تستخدم بذور البطيخ في المأكولات الآسيوية وفي الشرق الأوسط، ويتم تقديمها محمصة كوجبة خفيفة أو تستخدم لتزيين أطباق السلطات، ويتم استخدامها في نيجيريا في الحساء. كما أنه يمكن استخراج زيت بذور البطيخ، وهو زيت مفيد جدا للشعر والبشرة. عندما تفكر في الفوائد الصحية للبطيخ، تجد تفكيرك نحو اللحم الداخلي للبطيخ أو العصير. قد لا تأتي بذور البطيخ في أذهانك، في الحقيقة فإن بذور البطيخ وجبة خفيفة ورائعة، وذلك بعد تجفيفها وتحميصها، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة. تحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية من البروتين، حيث أن واحد كوب من بذور البطيخ المجففة تحتوي على 36 جرام من البروتين، وتقدر بحوالي 61% من النسبة التي يحتاجها الجسم يوميا. يتكون البروتين في بذور البطيخ من الأحماض الأمينية مثل تريبتوفان وحمض الجلوتاميك، وبالتالي تساعد في تنظيم ضغط الدم وعلاج أمراض القلب. تعد بذور البطيخ أيضا غنية بفيتامين باء، وأثبتت تقارير جمعية السرطان الأمريكية أن فيتامين باء عنصر ضروري لتحويل الغذاء إلى طاقة للقيام بوظائف الجسم الأخرى. وأكثر أنواع فيتامين باء التي توجد في بذور البطيخ هو النياسين. يحتوي الكوب الواحد من بذور البطيخ المجففة على 3.8 ملغرام، وبالتالي تشكل حوالي 19% من القيمة اليومية. ومن فوائد النياسين أنه يساعد على صحة الجهاز الهضمي والعصبي وصحة الجلد. وتوجد أنواع أخرى من فيتامين باء في بذور البطيخ مثل الفولات والثيامين والريبوفلافين وفيتامين باء 6 وحمض البانتوثينيك. توجد أنواع مختلفة من المعادن في بذور البطيخ مثل المغنيسيوم، هو المعدن الأكثر وفرة حيث يزن ما يقرب من 55 ملغرام في الكوب الواحد من بذور البطيخ المجففة، واو يشكل 139% من القيمة اليومية المُوصى بها. وفقا لما ذكره معهد الصحة القومي بأن المغنيسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات، وله تأثير جيد في تنظيم نسبة السكر في الدم. وهناك معادن أخرى هامة في بذور البطيخ مثل الفوسفور والحديد والبوتاسيوم والصوديوم والنحاس والمنجنيز والزنك. الأمر الأكثر دهشة بأن كمية الدهون التي توجد في الكوب الواحد من بذور البطيخ المجففة حوالي 51 جرام، تشكل 11% منهم دهون مشبعة والباقي دهون غير مشبعة أحادية وأوميجا 6 الدهنية. وتساعد أحماض أوميجا 6 الدهنية على خفض ضغط الدم المرتفع. وهناك جانب سلبي عند تناول كوب بذور البطيخ المجففة، وهو عدد السعرات الحرارية، فأنت تتناول ما لا يقل عن 600 سعره حرارية واحدة عند تناول كوب كامل. تحتوي بذور البطيخ على الأحماض الأمينية الأساسية مثل التربتوفان وحمض الجلوماتك، وتساعد هذه الأحماض في تسهيل تشكيل الكولاجين والأنسجة الضامة في الجسم. وتحتوي على حمض أرجنتين، والذي يعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي. تحتوي بذور البطيخ أيضا على الليكوبين، وهو عنصر جيد للوجه. يمكن أن تستخدم هذه البذور في علاج مرض السكري، وذلك بغلي حفنة من بذور البطيخ في 1 لتر ماء لمدة 45 دقيقة وتغطية الوعاء، ويفضل تناوله بصفة يومية. هذه البذور مفيدة أيضا في تحسين الذاكرة. تمتلك بذور البطيخ فوائد مذهلة للبشرة، كونها غنية بالعناصر الغذائية مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل حمض الأوليك، فبذلك هي تحافظ على تألق وتوهج البشرة من الداخل. تمنع بذور البطيخ ظهور علامات الشيخوخة، وذلك لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة والزيوت التي تجعل بشرتك تبدو أصغر سنا وأكثر حيوية.